عامة مطبخ طبعاً لذيذ جداً، ولكن المطبخ المصلاوي له خصوصية. أي طبعاً. شنو الأكلات اللي كنت تحبها في رمضان تحديداً؟ يعني برمضان إحنا بشكل خاص يعني أنا عائلتي يعني والدتي رحمة الله كانت طباخة يعني ماهرة، وكان كل المصلاويات كان إيه كان يعني، وحتى إذا كانوا خالاتي أو عماتي أو كذا نفس العملية بتبادل الأكل يعني. نعم. تعرف المطبخ المصلاوي تكون الكبة هي أكيد الجزء الأساس، كبة بأنواعها ومنظومة الشوي نعم. يعني عندهم الكباب والكذا حالة أساسية يومية تكاد تكون صحيح. يقوم به هو رب الأسرة يعني، كان والدي مثلا هذا بشكل يومي هذا. أنت ما كنت تساعدهم؟ طبعا لازم أساعدهم يعني، ومؤذية المساعدة، مؤذية طبعا الحقيقة عندما تشوي وبعد الإفطار الرد نص ساعة كانت مؤذية بالنسبة لي. صحيح، هاي النص ساعة الأخيرة.